عماد برهومي ممثل شركة تعاونية للخدمات الفلاحية الجودة، تأسست منذ سنة 2016، تضم عدد منخرطين قرابة 14 نفر، فيهم نساء وفيهم رجال، تنشط في إنتاج اللوز والزيتون والفستق، تقدم في سيرفيس للفلاحة يتمثل في الميكنة الفلاحية، البيع الجماعي. تسعى الشركه هذه في المستقبل القريب اني نورمالمون في السيزون هذه باش ندخلوا المنظومه البيولوجيه، نولوا ننتجوا بيولوجي في اطار معناها اتفاقيه مع شركه الماجد بن العباس اللي هي تسوق في المنتوج البيولوجي. بدات الشركه هذه في النشاط نتاعها كما قلنا معناها منذ تاسيسها، تاسست معناها خدمنا تقريبا عام ولا عام ونص، من بعد دخل المشروع اللي هي جي زد، متعنا بامباك نتاع ماتريال يتمثل في دراكتور بالماتريال نتاعو. الحقيقه معناها بعد ما تمتعنا بالماتريال هذايا ثم نهضه نتاع سيرتو بالنسبه لزاديرون اللي هما في الشركه، تحسنت الخدمات بالباهي. المده الاخيره معناها تقريبا كي نحكوا على العشرة شهور الاخرين معناها كي بدينا نفكروا في انه معناها نخرطوا في المنظومه البيولوجيه، كثفنا من لي فورماسيون سيرتو في الكالكيل دو كو والتحسين الكاليتي والنيغوسياسيون بالتفاوض مع الكليون. عملنا السلسله نتاع لي فورماسيون هذم. بعدين بعد ما عملنا المفاوضات هذه توصلنا ان ناخذ تقريبا 7 مخارطين اللي هما باش يبدوا ينتجوا في المنتوج البيولوجي. ومازال تقريبا المدة الجاية إن شاء الله تتواصل المفاوضات في إطار معناها السعي إلى تسويق المنتوج. في إطار تحسين الوضعية متاع الشركة جينا وعملنا بيزنس بلان، معناها حددنا فيه نقاط الضعف نقاط القوة متاع الشركة، وقفنا على نقاط الضعف معناها كيفاش نحن باش ندخلوا في المنظومه البيولوجيه هذه، وكيفاش بور اتاندر لي بيزوان نتاع نوتر كليون يلزمنا نحسنوا الكاليتي. على هذايا تمت كيما قلت لك سيليكسيون نتاع 7 كليون اضم 7 اديرون باش نمشوا في المنظومه هذه. جينا عملنا ان بيزنس بلان حددنا فيه معناها شنو هو لازم بالضبط نحسنوه. قلنا رانا باش نحسنوا الكاليبر نتاع كعبه اللوز، فهمتني ولا، بور اتاندر هذا خاطر مبين شروط الكليون تاعنا. قلنا ما نجموش ناخذوا الكاتور زاديرون نحطوهم في المنظومه البيولوجيه، حطينا 7 من الناس وبدينا نخدموا على هذاك وعملنا ايتيد معناها افيك دي كونسلتون معناها بمرافقه جي زد. لقينا انه بالماتريال اللي عندنا باش نجموا نحضروا اتاندر البزوان تاع الكليون يلزمنا 6 اديرون نخدموا معاهم خدمه مريقله، معناها باش نخدم معاهم الخدمه هذه باش نحسنوا الكاليتي معناها يلزم كيما نقولوا نحن في اطار، خاصه اكثر حاجه باش نركزوا عليها هي خاطر نحن في منطقه جافه باش نركزوا على السقي نتاع الاشجار. قلنا معناها يلزم في كل معناها السيتا ديرون هضامه تقريبا يجروبوا 45 هكتار نتاع لوز باش نوفروا الكونتيتي اللي معناها تفهمنا مع الكليون باش نوفروا هالو. معناها يلزم الخدمات هذه تتوفر للمجموعه هذه، معناها في كل دوره قداش يسقي من واحد وكيفاش عمليه السقي وكيفاش كذا. تم اللي تيد هذايا. التحديات هو معناها ان نحاولوا ان اتاندر البزوان تاع الكليون، وفي نفس الوقت ثم ديزاديرون اخرين يحبوا يدخلوا في المنظومه البيولوجيه هذه، فهمت. الهدف نتاعنا ان نمشوا للمنظومه البيولوجيه ونستقطبوا الكليون ونرضوا الكليون اللي هو حاجته بالكميه نتاع اللوز. هذا التحدي الاول. التحدي الثاني هو استقطاب مزيد من لي زاديرون، يلزم الشركه خاطر من علامات نجاح الشركه هو معناها ان نزيدوا لي زاديرون، فهمت. وثم شكون يستنى، لكن ما تنجمش تدخل دي زاديرون وانت معناها مازلت معناها المشكل الاصل لي زاديرون اللي عندك ماكش ملبي لهم معناها اللي بزوان تاعهم. انا حسن برهومي، فلاح عضو بالشركه، مستشار اداري بشركه الجوده، الشركة التعاونية للجودة. مهمتي هو متابعة حسابات الشركة ومتابعة معناها ممتلكات الشركة، من لأنه كل نجاح للشركة أو لمؤسسة معينة لابد أن تكون حساباتها المالية مضبوطة وشفافية، وهذا يكون بالتنسيق مع أخويا اللي هو مدير الشركة التنفيذي، يعطينا كل الوضعية الإدارية للشركة وأنا نقوم بمراقبتها مالياً وإدارياً.
في إطار تطوير معناها مجهودات ولا نشاطات الشركة ارتأينا وخاصة عندنا تعاونيات بالمنطقة هنا اللي هي تعاونية اليسر والنور على عندهم نفس النشاط في المنطقة هنا، قمنا بإحداث مؤسسة أو اتحاد سميناه اتحاد تعاونيات الخدمات الفلاحية بأولاد إبراهيم اللي هي اليسر والجودة والنور. هذا المهام تاعه هو ربط علاقات بين التعاونيات فيما يخص معناها التسويق، بحث عن أسواق خارجية وداخلية للشركات اللي هي ثلاث، ضبطها معاملة معناها التمثيل، تمثيل للشركات الثلاث فيما يخص الملتقيات الوطنية والداخلية. هذا رينا أنه من بين نجاحات أيضا الشركة أنه نقوم والشركات الثلاث أنه نقوم ببحث على إطار آخر يعطيها أكثر دعم في المنطقة على مستوى جهوي ولا محلي ولا حتى داخلي. إذن هذا بصدد أسسناها وإن شاء الله باش يكون فيه عنده دفع للمؤسسة للشركات الثلاث إن شاء الله.